والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هاتفيا من بغداد الصحفي والعراقي عبد الله الفراجي. إذن مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، كيف ترى الترتيبات التي تجري الآن وخاصة بعد تمرير قانون الانتخابات الذي يخدم الكتل السياسية المتنفذة؟ أهلا بك، تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أخي العزيز، يوم بعد يوم تثبت الأيام، تثبت الحوادث فشل هذه الحكومة على كافة الأصعدة، من جلب خدمات المواطنين ومن جلب وظائف للمواطنين. المواطن العراقي الآن هو شبه يائس أو شبه يائس من إصلاح هذه العملية السياسية من الداخل. المواطنون قد يعزفون، او بالعموم قد يعزفون عن المشاركه في انتخابات مجالس المحافظات التي تجري بعد عده اشهر. الى الان المفوضيه العامه للانتخابات تقول 40% فقط ممن حدثوا، 40% من الشعب العراقي فقط ممن حدثوا بياناتهم الانتخابيه. اغلب العازفون عن الانتخابات وعن المشاركه في انتخابات مجالس المحافظات هم من الشباب. الشباب يائس جدا من تعثر العمليه السياسيه ومن تعثر الخدمات، خصوصا مع حر الصيف اللاهب وانقطاع التيار الكهربائي وشحات المياه وقله فرص العمل. المفوضيه من جانبها اكدت ان الانتخابات جاريه وان التحضير لها جار على قدم وساق، وانها سوف تحسم او تحسب حتى وان شارك فيها 1% من الشعب العراقي. اذا نحن امام ربما ازمه او امام عزوف، فقد يشمل ربما 60 او 70% من الشعب العراقي هو عاجز عن المشاركه في انتخابات مجالس المحافظات. غالبيه هؤلاء يعتقدون ان من المستحيل ومن الصعب اصلاح النظام او اصلاح الحكومه من الداخل. اذا في ظل عزوف المواطنين عن تحديث سجلات الناخبين قبل الانتخابات، النائب محمد عنوز صرح بان الشعب لا يثق بحكومات تقودها احزاب اثبتت اخفاقها طيله عقدين من الزمن. ماذا يعني برأيك أن يأتي هذا الاعتراف من شريك في العملية السياسية؟ أعتقد كل النواب وكل الساسة اليوم هم يعتقدون ومتأكدون من هذا الكلام، لكنهم لا يصرحون علنا أمام وسائل الإعلام. كل السياسيين وعلى رأسهم محمد شيخ السوداني و جهازه الحكومي كلهم مدركون جيدا ان الشعب ربما قبل عده سنوات يئس من هذه العمليه السياسيه، وان الشعب قد غسل يديه كما يقولون من هذه العمليه السياسيه ومن افتتاحها، وهم ينتظرون ربما تغييرا جذريا، ربما ياتي عبر ثوره او ربما ياتي عبر غزو خارجي او ايا كان التغيير. جزء كبير من الشعب العراقي ينتظر تغيير هذه الحكومة وتغيير هذا النظام لفشله في إدارة البلاد ونقلها إلى مصاف الدول المجاورة، خصوصا الدول الخليجية. جزء الشعب العراقي يعتقد أن الطبقة السياسية الحاكمة منذ 2003 إلى الآن هم ليس لديهم إمكانية في تطوير البلد وإلحاقه بالمنظومة العالمية، خصوصا ان الشعب العراقي يقبع احتياطي الثاني بالنفط عالميا، وهو لا يمتلك الكهرباء والخدمات الاخرى. نعم، هل ستقدم هذه الاحزاب المشاركه في الانتخابات القادمه برايكم اي جديد لكي يعني تقنع الشعب بالمشاركه في انتخابات مجالس المحافظات؟ ربما سيحاولون اللعب على غسر الطائفية، خصوصا الأحزاب الشيعية، الأحزاب الشيعية الكبرى سيلعبون على غسر الطائفية، سيأتون بفتاوي كالانتخابات السابقة. ربما تفوز هذه الكتل كما سابق من قبلها باستخدام المال العام والمال الخاص، لكنهم لن ينجحوا بقيادة دخلة البلاد
إلى النجاح وإلى الازدهار، وربما نعود إلى نفس المشكلة بنقص خدمات ونقص كهرباء ونقص شحة مياه ونقص وظائف. ونفس المشكلة التي يعاني منها الشعب العراقي منذ عقدين ونيف. من بغداد الصحفي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.